متسابقا شفت فينا سهلا، مرحبا بكم معنا في البث المباشر. مدينه الفنيدق، عفوا مدينه المديق. عندنا واحد القصه ديال هذه الشابه ام مطلقه 24 سنه، 26 24 26 سنه، كانت خدامه بباب السبته وكتعيش الان الفقر والعذاب بعد ما تلقيت وبعد ما توقفت على العمل بسبب اغلاق ديال المعبر الحدودي. اتصلت بشوف تي في باش توصل الرساله ديالها للمحسنين في هذه العواشر، في الثلاث ايام الاخيره ديال رمضان المقبلين على عيد الفطر. وانتم كتعرفوا يعني شابه مازال صغيره 26 سنه، مطلقه وعندها الطفل عنده 4 سنين. للاسف ان الطفل حسب اللي قالت لنا في الكواليس قبل بدايه هذا المباشر انه باقي ما تسجلش في المدرسه للاسف، يعني تصوروا ان الطفل ديال 4 سنين وباقي ما كيقراش. متسابعينا، طبعا السيده كتقول ان بعد ما كانت كتشتغل في المعبر الحدودي مع نساء ورجال التهريب المعيشي كانت الامور يعني بخير عاديه جدا، ولكن بعد اغلاق المعبر الحدودي وتزامنا مع الجائحه ديال كورونا رجعت كتعيش حاله يعني صعيبه من الجانب الاجتماعي والمادي كذلك، خاصه ان مول الدار قالت ان اليوم قال اخر اجل اما تخرج من الدار واما تخلص لي الكرا ديالي وعليها الكرا وبعض المصاريف اخرى. اذا متسابقين كما قلت غادي نسمعوا تفاصيل على لسان هاد السيده، وبغينا الايدي البيضاء والمحسنين سواء داخل الوطن او خارج الوطن يديروا يد الله مع هاد الام المطلقه اللي عندها طفل عنده 4 سنوات. وغادي نسمعوا لها، غنسمعوا على لسانها. تفضل. السلام عليكم، انا سميتي رحمه، كنسكن في المضيق، في عمري 26 سنه. انا كنت خدامه في الديوانه، وملي وقفوا الديوانه صافي بحال اللي صافي تشردنا في الزنقه، ما كنجبر باش نخلص لا كرا حتى ما ناكل، ما كنجبرش حتى ما ناكل بعض المره. وعندي العائل عنده 4 سنين، غير كما كانوا شي جيران بعد مره هكا كيعاونوني كنت ما نجبر ما ناكل، وما عنديش اللي يكون بيا، انا بوحدي هنا عايشه، يعني تصدر ديالنا الظروف ديالهم قاسيه الله يحسن العون. ما عنديش الاب ديالي، عندي خوتي صغارين، زعما الظروف ديالي صعيبه بزاف. ما جبرت الخدمه، كيقول لك الخدمه حنا نعيطوا لكم والو، عينا ما نتسناو ما عيطوا لنا ما حتى شي حاجه، حنا جالسين هنا كنعاني وكنقاسي، ولا خدمه لا عيشه لا حتى شي حاجه، حنا هنا مدمرين. كنت مجوجه وطلقت 2019، الراجل ما كانش كيبغي يخدم، خصو انا نمشي نخدم عليه، وكنت كنخدم في برا وفي الدار، وصافي تقهرت ومشيت طلقت وقلت نخدم على راسي بلا ما نبقى نخدم على راجل هو كتافو قدو قداش ما كيبغي لا يخدم لا والو. صافي طلقت ودابا انا عايشه انا وولدي وربي اللي عالم. قلت لي ولدك عنده 4 سنين باقي ما مشاش للمدرسه. عنده 4 سنين باقي ما كيقرا ما والو، على حسب الظروف ديالي قاسيه ما قدرتش ندير المدرسه باش نقري، خصو المصاريف خص بزاف الحاجات. شنو رسالتك كتوجه للمحسنين؟ كانوا جالهم يعاونوني ويشوفوا من حال ديالي، انا ما جيت لهنا حتى دارت بيا الدنيا مره، ما جبرت ما كنجبرت حتى ناكل بعد المره، على انا دابا كنطلب منكم تعاونوني الله يجازيكم بخير. اذا كما سمعتم متسابقين كنشوفوا فيحنا معكم في هذا البث المباشر هنا في مدينه المضيق، يعني قصه ماساويه بكل المقاييس ديال هاد الشابه السيده المطلقه اللي عندها طفل عنده 4 سنين. وكما سمعتوا يعني تصوروا الطفل ديال 4 سنين اللي خصو المكانه ديالو هي المدرسه، يعني التعليم يكون في المدرسه، ولكن للاسف مصاريف ديال الدخول المدرسي والادوات ومصاريف اخرى يعني ما كتوفرش لهاد السيده. بغينا الايادي البيضاء، بغينا متسابقين الناس اللي باغا دير الخير. الرقم الهاتفي هو كيبان امام الشاشه وغادي نذكركم به متسبعينا، 0-46-22-32-63 ياك؟ 0-46-22-32-63. هاد السيدة كتعيش جحيم لا يطاق متسبعينا حنا في هاد العواشر الأخيرة في هاد الثلاث أيام ديال رمضان الأخيرة، وحنا مقبلين على عيد الفطر وانتم كتعرفوا يعني الوليدات صغار، الدري مازال صغير، يعني خصو الحوايج ديال العيد وخصو بزاف ديال الحوايج. المباشرة من المضيق، مباشرة من المضيق، مطلقة كانت خدامة باب سبتة كتعيش العذاب والقهر والفقر مول الدار، باغي يشردني وما لقيتش باش نخلص الكرا. على ضوء ذلك اختي حنا مقبلين على عيد الأضحى، يعني عيد الأضحى مشيتي الحوايج للدري ولا مازال؟ لا باقا ما شريت. هضر معنا بجوج جسمك. لا باقا ما شريت لا حوايج العيد لا والو، أنا ما قلت لك ما كنجبرش حتى ما ناكل قسما بالله، غير الناس بعد مرة كيعيطوا لي نفطر معاهم. ودابا أنا باقا هكا حالتي صعيبه بزاف. قلت لي مول الكرا شنو قال لك؟ قال لي اليوم اخر اجل، كيسالني الكرا، ودابا الساعه كيجي دقدق عليا والموضة وتطلع عليا، ودابا الساعه كيجي دق عليا قال لي والبارح نهار 2 اخر اجل، انا ما نعقلش عليك. يعني اليوم؟ اليوم قال لي اخر اجل، دابا ما عرفتش شنو غنعمل معاه، انا باقا هكذا ما عرفتش شنو غنعمل.
قول لي شنو اللي قال لك مول الكرة؟ قال لي البارح اجا دقدق عليا، قال نهار اثنين اخر اجا تخلص لي الكره ديالي ولا خويلي، قال لي عطيني اللي كنسلك وتخلصني في الكره. دابا اللي دخل الشهر اللي دخل وعاد الموضة وطلع عليا، قلت له انا صافي نهار اثنين انا نشوف لك شي حل، ودابا قال لي اليوم اخر اجل، دابا شويه عاود يجي يدق عليا. كما سمعتم متابعينا كنشوف طبعا قصه ماساويه بكل المقاييس ديال هاد السيده، هاد الشابه المطلقه بمدينه المضيق اللي كانت كتشتغل في المعبر الحدودي مع نساء رجال التهريب المعيشي. قالت في الكواليس طبعا انها ملي كانت خدامه كانت الامور يعني بخير. قلتي لي ملي كنتي خدامه، لا تسمح لي، ملي كنتي خدامه في السبته كيفاش كانت الوضعيه ديالك؟ كانت شويه يعني شويه، المهم انسان عايش بما كتب الله، المهم عاديين، المهم كنا شوية محركين، المهم كنطلعوا المصروف باش نعيشوا ديك النهار وصافي. وحقهم يشدوها يعني صافي، قالوا لنا هنا حنا نخدموكم، مي كان تسناهم والو، ما عيطونا لا على خدمة لا حتى شي حاجة، حنا باقين هكاك. اوكي. اذا كما سمعتوا متابعينا حنا مازال معكم في هذا البث المباشر من مدينه المدينة. الايدي البيضاء بين المحسنين، يديروا يد الله مع هذه السيده مطلقه شابه 26 سنه، جوج مازال صغيره ربما 18 19 سنه سلقتنا في البدايه. الظروف الاسريه ديالها ما كتسمحلاش، وانتم كتعرفوا انه الطفل ديال 4 سنين يعني كما قلت المكانه ديالو هي المؤسسه هي التعليم، ولكن للاسف ان حتى باش تدخلوا للمدرسه ما عندهاش امكانيات باش تدخل المدرسه. كتقول طبعا هي كتلقى حتى ما تاكل كما سمعتوا على لسانها، وحنا مقبلين على عيد الفطر، بغينا المحسنين انهم يفرحوا هاد الوليد. مازال ما عنده الحوايج العيد؟ لا ما عندوش، ما جبرتش باش غنشري له. شنو الاحساس اللي كتوجه احنا مازال المحسنين سواء داخل الوطن او خارج الوطن اللي كيتابعونا؟ كنوجه لهم يعاونوني ويشوفوا في من الحال ديالي انا ولدي، حيت راه بصراحه بعض المرة كنبقى تبان لي في النتيحه، بقى تبان لي بزاف د الحاجات على الظروف اللي كنعيش، الظروف قاسيه بزاف، والمجتمع ديالنا ما كيرحمش. يعني انا بزاف عييت، كنبقى نفكر ليل ونهار وما عرفتش شنو الحل، شنو غنعمل، لا خدمه لا حتى شي حاجه، لا مستقبل. كنشوف ولدي كيضيع، عييت صراحه، عييت ما جبرت ما نقول. اذا كما سمعتوا كنشوف طبعا انسان كيصعب عليه، انه كما قالت الاخت انه اكيد صعب عليها ما تقول، لان صعيب الظروف الله يحسن الاحوال. السيده مازال صغيره يعني 26 سنه، تحملت واحد المسؤوليه ديال الزواج مازال صغيره، والطفل عنده 4 سنين كما قلت، المكانه ديالو هي المؤسسه التعليميه، ولكن للاسف يعني مازال ما كاينش، ما كيقراش، ما مشاش حتى للمدرسه. رمضان الظروف المعيشيه صعيبه. نتمنوا كما قلت الايادي البيضاء والمحسنين والجادين كذلك الناس اللي باغيين يديروا يد الله يتعاونوا مع هاد السيده، لان ما اتصلت شفتها في كما قالت الا والظروف ديالها يعني صعيبه وصعيبه بزاف. ونتمنوا المحسنين سواء داخل الوطن وخارج الوطن وربا اللي معروفين عليهم طبعا بالتضامن والتازر، حاله اجتماعيه صعيبه. متابعينا احنا معكم في هذا البث المباشر هنا في مدينه المضيق، نتمنوا الايادي البيضاء كما قلت والمحسنين انهم يتصلوا بهذه السيده. غنذكركم بالرقم الهاتفي، ولكن طبعا الناس اللي باغي دير الخير، اللي باغي يتفلى اللي فيها يكفيها كما تنقولوا، 0640 22 33 63، 0640 22 33 63، هنا في مدينة المضيق. كما سمعتوا كانت كتشتغل في المعبر الحدودي، كانت خدامة رغم الظروف الصعيبة اللي كيعيشوها، كانوا نساء رجال التهريب المعيشي، ولكن كتخلص الكرة ديالها والمصروف ديالها وديال وليدها والماكلة ديالها، ولكن للأسف. قبل ما نقطعوا هذا المباشر نعطيوها آخر كلمة، تفضل أخت. أنا كنطالب من المحسنين الله يجازيكم بخير في أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، يتعاونوا معايا ويشوفوا من حالي، الله يجازيكم بخير. انا ما التجأت لقناه شوف تي في حتى ضاقت بيا الدنيا مره، ما بقيت عارفه ما نعمل، يعني انا بوحدي ما عندي لا اب اللي عيكون بيا، الله عندي الاب ميت، عندي خوتي صغار، يعني المهم كنعيش واحد الحاله قاسيه بزاف، ظروف قاسيه بزاف. دابا كنطالب منكم الله يجازيكم بخير، عاونوني والله يرحم الوالدين ديالكم. إذن كما سمعت المتابعين قناة شوف تيفي، نتمنوا الرسالة تكون وصلت للمحسنين سواء داخل الوطن وخارج الوطن ديال هذه السيدة، أم اللي الطفل عنده 4 سنين وما مشاش حتى للمدرسة. نتمنوا الأيادي البيضاء يفرحوها في هذا العيد في هذا العواشر. شكرا لكم، كنا معكم مباشرة من المضيق، إلى اللقاء في مباشر آخر.